السلام عليكم طلاب. هذا المثال اللي سألت عليه حول موضوع ماكسيموم مينيموم سادل بوينت. السؤال يقول عندك سيركلر، ثلاث سيركلر بليت، صفيحة. هذه الصفيحة شنو هي؟ سيركلر، دائرية، الحدود مالتها اكس سكوير زائد واي سكوير يساوي واحد. هاي معادلة الدائرة، مركزها نقطة الأصل، واضحة جدا يعني، لأنه الاكس نوت والواي نوت صفر، فاكس سكوير زائد واي سكوير يساوي ار سكوير، اللي هو ار سكوير يساوي واحد، يعني نصف قطرها واحد. شبيه الصفيحة سخناها، تم تسخينها بواسطة معادلة درجة حرارة، ومعادلة تابعة للمعادلة التالية. هذه المعادلة احسب أعظم يعني أكثر درجة حرارة وأقل درجة حرارة، the hottest and coldest points on the plate، يعني أسخن وأبرد نقاط موجودة على سطح هذه الصفيحة، وجد قيمة درجة الحرارة بهذه حالة. مثل ما تلاحظون الفكرة يعني إيجاد القيم العظمى والصغرى. أنت تجي شنو عندك؟ اختبار interior points، دالة ومنطقة، دالة ومنطقة. المنطقة دائرة، الدالة شنو عندك؟ درجة الحرارة. لو ما منطق منطقة، نستخدم الطريقة الأولى اللي هي الاختبار الأول والاختبار الثاني مال discriminant. بما أنه أعطانا boundary، دالة معرفة على منطقة، فنستخدم طريقة ثانية، طريقة إيجاد القيم العظمى والصغرى باستخدام الجدول، اللي به أولا إيجاد النقاط الداخلية، ثانيا إيجاد النقاط الحدودية. النقاط الداخلية شلون توجدها؟ ما لك علاقة بمعادلة الدائرة، سواء دائرة ولا مربع ولا مثلث ولا تقاطع كيرفات، ما لك علاقة بيه. شلون توجدهن؟ توجدهن من خلال شنو؟ First derivative test، هاي interior points، النقاط الداخلية، يعني داخل الشكل صح، بس احنا شو نسوي؟ نجي على معادلة الدالة ونشتقها بالنسبة للإكس يساوي صفر، ونشتقها بالنسبة للواي يساوي صفر. اشتقناها بالنسبة للإكس طلعت قيمة الإكس نصف، اشتقناها بالنسبة للواي طلعت قيمة الواي صفر. يعني إذا هنا عند النقطة اللي بيها ممكن تكون درجة الحرارة عظمى أو صغرى هي نصف بصفر. شلون نعرف احنا؟ نجي نرسم دائرة، نصف قطرها دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها واحد. سو هاي دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها واحد. زين، تريد ايش ترسم هنا؟ هم ارسم ما يخالف، هاي ترسم هنا مثلا دائرة. دائرة مثلا ارسم هنا يعني نصور. مركزها نقطة الأصل، ما لك علاقة بهاي الخطوط الفينية، ونصف قطرها واحد. زين، النقطة وين راح تكون؟ الإكس مالتي صفر نصف والواي صفر، يعني هنا النقطة. لو اريد اثبت نقطة مثلا هنا نقول هاي النقطة راح تكون هنا بالضبط، هنا هاي النقطة اللي بيها راح تكون يعني داخل الدائرة. اوكي، واضحة الفكرة؟ داخل الدائرة. نرجع لشكلنا. زين، انا عندي النقطة صارت نصف بصفر، ايش بيها هاي النقطة؟ وين اروح اعوضها؟ اروح اعوضها بمعادلة درجة الحرارة. زين، مشتقات بالنسبة للاكس ساوي الصفر، مشتقات بالنسبة للواي المعادلة وساوي الصفر، عوض بهاي معادلة درجة الحرارة والقى قيمة درجة الحرارة ايش قد تطلع؟ عوضتها قيمة الاكس نصف، قيمة الواي صفر، واحد نصف تربيع واحد على اربعة زائد صفر ناقص نصف، ربع ناقص نصف تطلع سالب ربع سنتيجريد. هاي ثبتها كدرجة حرارة، ما تعرف هي ماكسيموم ولا مينيموم، انت عندك جدول راح يطلع لك. هنا انا معطيكم السكند ديريفيتيف تيست، مسوي لكم اياها هذا حتى تشيك هل هي ماكسيموم لو مينيموم هاي النقطه. هذه الخطوات، انتبه على كلامي، هاي الخطوات زايده انا مسويها هنا، لكن هي زايده ما تحتاج هنا انت. ليش؟ لان عندك اختبار النقاط الداخليه واختبار النقاط الحدوديه. ارجو ان يعني تنتبهون على الملاحظه، انه تيجي تسوي اختبار المشتقه الثانيه ما تحتاجها هنا، ماكو داعي، هذا زايد، يعني زايد خير نقول عليه. النقاط الحدودية شلون توجدها؟ هنا ما عندك خطوط مستقيمة حتى تقول هذا إذا تتذكرون قلنا السيجمنت عناصر أو الإليمنت، لا، عندي معادلة إكس تربيع زائد واي تربيع يساوي واحد. يعني شنو عندي أنا؟ عندي تعوض لو واي بدلالة الإكس، نقاط الحدودية لو إكس بدلالة الواي. لما تمر درجة الحرارة في حدود الدائرة، أوكي، لو تنتبه على الشكل، لما تمر درجة الحرارة في حدود الدائرة لازم كل إكس بيها شو يساوي؟ تحت الجذر موجب سالب تحت الجذر واحد ناقص واي تربيع، او الواي يساوي موجب سالب تحت الجذر واحد ناقص اكس تربيع. يا هاي الاسهل اعوضها. طبعا لو نجي نباوع هنا عندي واي تربيع، اذا اردنا نعوض الاكس بدلاله الواي تصير صعبه، لان احنا نعوض مره اكس تربيع اوكي سهله، يعني تعوض اكس تربيع واحد ناقص واي تربيع، بس الاكس شلون؟ هل هو
تحت الجذر، واحد ناقص واي تربيع، الموجب لو سالب تحت الجذر، يعني لانه تعرفون من الجذر الطرفين موجب لو سالب، يعني عوض واحده بذات الثانيه حتى اطلع قيمه هذه درجه الحراره وين على الحدود. فانا الافضل شو اسوي هسه؟ الافضل انه اعوض الواي، اشوف الواي هي واي تربيع، راسا اقول واي تربيع منها من هالمعادله، انا عندي على الحدود كل واي تربيع هي واحد، حول الاكس تربيع هنا واحد ناقص اكس تربيع، خلص فعوض واحد ناقص اكس تربيع، وين اعوضها؟ اعوضها هنا في معادله درجه الحراره، صارت اكس تربيع زائد الاثنين الواي تربيع هي واحد ناقص اكس تربيع ناقص عن اكس، صارت معادله درجه الحراره تمر على الحدود، هذه معادله بيها واي ما بيها واي، شو اسوي هسه حتى اوجد درجه الحراره؟ اشتقها وساويها للصفر، اشتقيتها وساويتها للصفر طلعت قيمه الاكس سالب نصف، اجي اعوضها وين؟ في معادله الواي حتى طلع النقطه، انا عندي كل واي تربيع واحد ناقص اكس تربيع، شلون اعرف هذه؟ هي معادله درجة الحرارة على السطح، الواي كل واي يعني هي الخاصة بمعادلة الدائرة، كل واي هي موجب سالب تحت الجذر واحد ناقص اكس تربيع، او كل واي تربيع واحد ناقص اكس تربيع نفس الفكرة. هسه راح اعوض هاي نصف سالب نصف تربيع يصير نصف، يعني يروح السالب يصير واحد على اربعة، واحد ناقص واحد على اربعة ثلاثة على اربعة، منو واي تربيع، لكن نجذرها تعرفون بالجذر يكون موجب سالب، موجب سالب تحت جذر ثلاثة على اثنين، اذا النقطة الاكس ثابتة سالب نصف. لو سالب نصف بجذر 3 على 2، لو سالب نصف بسالب جذر 3 على 2، انا عندي هسه نقطتين تعطيني ماكسيموم لو مينيموم وين؟ على الباوندري، يعني هنا على الباوندري، هسه نجي الاكس سالب نصف وهنا جذر 3 على 2 هنا تطلع بالضبط، لو هنا لو هنا عوضتهم وين؟ راح اعوضهم معادله درجه الحراره حتى اشوف ايش قد قيمه درجه الحراره، فعوضت اول نقطه طلعت لي 9 على 4، عوضت النقطه الثانيه هم طلعت 9 على 4. صار اذا عندي هسه عوف هذا الاختبار قلنا هذا نتركه، صار عندي قيمتين، انا ما عندي لو 9 على 4 لو عندي اللي طلعت لي بالانتيرير بوينتس سالب 1 على 4، اذا هي مبين من الجدول اقول انا عندي درجه الحراره العظمى 9 على 4 شو وقت؟ لما اذا كان بالنقطه سالب نصف جذر 3 على 2 وسالب نصف سالب جذر 3 على 2، وتكون اقل كولدست بوينت وين؟ قيمتها سالب ربع عند النقطة نصف بصفر، اللي نذني مثل ما وضحت لكم يعني قبل شوية. شكرا جزيلا.